هاي الحملة تستهدف فئة خاصة من العمال، هم عمال البناء اللي متواجدين بكثرة في مقاطعة تفرق زينة. إن شاء الله هاي فرق وكونت على عملية التحسيس والطريقة اللي تستهدف فيها هاي الفئة، وفيها اللي تواكبها تقسيم بعض من المواد اللي تساهد في الحماية من هذا الوباء. عاذنا الله منه ومنكم ومن جميع المسلمين. راجين إن شاء الله أنها تستمر أسبوع، ومرحلة إن شاء الله القادمة دور مولي تتطور تعود تمس فئات أخرى إن شاء الله. فرصة أخرى نرجع ونشكر مكتب دول للشغل.